بمناسبة تذكار أحد زكى العشار، أقيم في كنيسة القديس جواجيوس في صفوت قداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بحضور جموع من أبناء الكنيسة. المزيد في سياق التقرير التالي. ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفورس الجزيل الاحترام خدمة القداس الإلهي بمناسبة تذكار أحد زكى العشار في كنيسة القديس جورجيوس في صفوت. شاركه في الصلاة كاهن الرعية الأب إلكساندروس مخامرة بمشاركة جوقة الرعية وبحضور جموع من أبناء الكنيسة. وفي عظة سيادته تأمل عن حياة زكى العشار الذي كانت مهنته جباية الضرائب من الناس، ورغم كل أعماله إلا أنه نال الخلاص من السيد المسيح. وأضاف بأن زكى العشار كان قصير القامة، لكنه كان يريد أن يشاهد المسيح رغم كل ازدحام الجموع، فصعد للجميزة لكي يرى السيد، وللوقت ولمحبة الله العظيمة قال له: سأدخل بيتك. وهنا توقف سيادته ووجه سؤاله للجميع قائلا: هل سنفتح قلوبنا للمسيح ليسكن فينا ويقود دفة حياتنا ويباركها كما بارك السيد المسيح زكى العشار الذي أصبح بعدها أسقفا على مدينة القيصرية في فلسطين؟ وهون منشوف زكى بيظهر توبة حقيقية وبحكي له: يا سيد، إذا أنا ظلمت حد، غبنت حد، برجع له إياه، وإذا أنا كمان أساءت مع حد وأخذت أموال مش أمواله رح أرجعها أربعة أضعاف. وعشان هيك حكى له السيد: اليوم قد تم الخلاص لهذا البيت. في إنجيل اليوم منشوف كتير مرات في عوامل كتير حوالينا وحوالين كل واحد منا اللي بتخلينا إنه ما نوصل للمسيح. زكى وإنجيل اليوم بيعلمونا إنه ما في شيء بقدر يفصلك ويبعدك عن المسيح. وبذكرنا اليوم ما بتكفي إنك يكون عندك نية صالحة، لأنه كتيرين منا نحن عندنا نية صالحة، نحن منحب المسيح ومنا نعمل الخير وبدنا وبدنا في عنا نيات صالحة، ولكن النية الصالحة لا تكفي. عشان هيك شو عمل زكى؟ طلع على جميزة. شو يعني طلع على جميزة؟ يعني لازم كل واحد فينا اللي بده يشوف المسيح لازم شوي يترك الأمور الدنيوية اللي حواليه اللي هو مدفون فيها، ولازم شوي يرتفع عنها ويشوفها بمنظور تاني إذا بده يشوف المسيح. ما بتقدر تشوف المسيح وإنت في منظور هاي الدنيا بكل فساده وبكل الموت اللي موجود فيه وماديته. ولما أتكلم عن المادية ما بقصد فيها المادة الفلوس النقود فقط، ولكن المادة تعني ما كل ما فيه بالكلمة من معنى المادة، يعني كل شيء دنيا وأرضي، أو بالأحرى كل شيء فاسد، كل شيء ما بتاخده معك بعد القبر، هاد كله فاسد فاني رايح بروح. قديش رح يكون معك؟ 50 100 120 سنة وبعدين ما إله إشي. وفي جانب آخر من العظة تحدث سيادته عن الوصاية الهاشمية على مقدساتنا المسيحية في الأراضي المقدسة وعن رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني لها. القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، أوضح من هيك ما بعرف كيف بقدر أتحدث. واضح أنه هذا موقف لكل الأردنيين. نحن كالمملكة الأردنية الهاشمية زي ما حكيت بالزرقاء، لكن لما رد حكيت على الدولة الهاشمية حتى أفهم الناس اللي عندهم شكوك أو اللي بدهم يخربوا، أنه بالنهاية أنا كهاشمي كيف أتراجع أو أتخلص من القدس؟ مستحيل، خط أحمر، كلا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين. بالنهاية نحن جيش العربي المصطفوي، تاريخنا بالقدس وبفلسطين. وتحدث أيضا عن صفقة القرن التي أعلنت مؤخرا وقال: ربنا معنا ما بتركنا. صفقة القرن آخرين بيحكوا عنها، نحن عارفين،
وعارفين كل المخطط لوين رايح، وقديش البشرية رايحة للأواخر. ولكن برضو نحن مش لازم نخاف، ولكن علينا مسؤولية إنه نقف أمام كل هاي المخططات كيف، ونحن عارفين ونحن متوحدين مع بعضنا البعض، ونحن عارفين إنه هويتنا المسيحية الشرقية نحن موجودين هون. وعشان هيك لما بنتكلم عن الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة، نحن بنتكلم عن بمسؤولية إنه نحن ما بنقدر نتكلم عن القدس أو عن الأماكن المقدسة بدون هاي الوصاية الهاشمية، اللي هي امتداد للبعد الوطني، ولكن قبل البعد الوطني هي حماية لإيماننا الأرثوذكسي ولهوية بلادنا المسيحية الأرثوذكسية. لأنه إذا مست الهوية الأرثوذكسية للبلد، هوية المسيح انمست كهوية أرثوذكسية، رح ينمس الوجود المسيحي بأكمله. أي مسسان بالهوية الأرثوذكسية، ما بحكي المسيحية، هم بدهم، الغرب بده إنه نصير مسيحيين فقط، وانتماءاتنا للخارج. لا، نحن مش مسيحيين فقط، نحن مسيحيين أهل البلاد أرثوذكس، اللي 75% من الأماكن المقدسة في القدس هي إلنا، هي ملك لبطريركية الروم الأرثوذكس، اللي نحن إلنا هوية البلد. وعشان هيك لما نحكي عن الوصاية الهاشمية بنحكي إنه هاد هو اللي بيحمي كنيستنا من إنها تقع في أحضان غريبة عن الفكر الوطني والكنسي الروحي للكنيسة. وهي هي مدافعتنا، وهذا هو كلامنا، وهذا هو موقفنا. وما بيقدر أي واحد يتكلم عن الأماكن المقدسة وعن القدس وعن فلسطين إلا أصحابها. نحن المسيحيين الأرثوذكس، نحن أصحاب البلد، نحن نملك الأماكن المقدسة. لما بتدخلوا على القبر المقدس مكتوب هذا هو ملك للأمة الرومية. تقرأوا، مين منكم بقرأ يوناني رح يشوف هاي الجملة مكتوبة على القبر المقدس، هذا المكان المقدس القبر الخلاصي هو ملك للأمة الرومية. مين الأمة الرومية؟ نحن أمة الروم. أبائنا وأجدادنا ماتوا عشان يحافظوا على هاي الأماكن المقدسة، وهاي هي مسؤوليتنا نحن كمان. وعشان هيك رح نعلي صوتنا، وصوتنا رح يعلى في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، ولكن صوتنا هو صوت القلب، وهو صوت الإيمان، وصوت الصلاة، وصوت التضرع، وصوت التوبة، اللي هو بيخلي نعمة الله معنا. عشان هيك بحكي لكم ما تخافوا، نحن عن المنطقة مرقوا قديش حكومات ودول وإمبراطوريات، ولكن نحن موجودين وكلها راحت، الكنيسة موجودة وسنبقى موجودين. وعشان هيك صوت الكنيسة هو اللي بيحافظ على هوية الكنيسة، على هوية البلاد، ومنأكد على الوصاية الهاشمية لجلالة الملك الشرعية والقانونية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. وهذا هو موقفنا من صفقة القرن. ومننبه إنه هاي صفقة القرن لما منشوفها من كتاب الرؤيا اللي هو آخر كتاب في الإنجيل المقدس، كله مكتوب غاد، مذكور غاد، أباء الكنيسة تكلموا عن هذا الإشي. فبالتالي لازم ننتبه إنه هاي الأشياء كلها ما تصير.